في دبي مول بالضبط في الاكستنشن الجديد زعبيل اكستنشن على السطح. في الحلبة هذه تنتظرنا يتنا وبعسكور ووضاح عشان نجرب سيارات الكارتينج الكهربائية مالهم. الشباب هني ما قصروا وقالوا بسعيد اي واحد من طرفك عند هذا الخصم علي 15 تقدر انت تاخذ خصم على الاسعار الموجودة. انا بسوق هني وبحطي سرعة على البورد داخل، اللي بيتعداني في السرعة لجائزة. فاللي بيجي دبي مول وبيجرب هذه وبيجيب وقت اسرع عن وقتي الجماعة بيعطوه هدية. هذه ليتس جو. بس ما قلت لكم 7 دقائق ولكن صدق تطلع كل اللي بخاطرك في السياره هذه في كود خصم. هذا كود الخصم لا يفوتكم، موجود في الاكستنشن الجديد من دبي مول زعبي. تعالوا هني، تعالوا على السطح، الاجواء خطيره وفنانه. Without any further ado, it's time to go. باي. هلا والله بالقصر المتحرك يا رفاقة الخير والجميع ثابت لكل واحد مشترك ومفعل الجرس. اليوم يوم مميز، بنحتفل باليوم الوطني الإماراتي. 49 سنة الله يجعلها دائما مبروكة من الإنجازات. الله يحفظ شيوخنا ويحفظكم جميعا وين ما كنتوا. احنا منطلقين بالروز رويز 2021 الاحتفال مع ربعنا في اليوم المميز هذا. اليوم بيكون وايد وايد فنان، خلكم جاهزين وخبروني شو السيارات اللي تتوقعوها ان تكون موجوده. زين تبغى المفتاح؟ مفتاح الروز. لا ما تشوف مفتاح الروز. ف ليتس جو. يو، فنفس ما ملاحظين هني بدا التجمع يا رفاقة الخير، طبعا بكل تباعد وبكل يعني احتياطات السلامة يا رفاقة الخير. تجمعنا نحتفل مع كل حد في هذا اليوم، خلنا نقول المبروك. بتلاحظ تواجد كبير لسيارات شرطة دبي، وطبعا سيارات شرطة دبي دائما تشارك في الاحتفالات هذه، هذا مو غريب عليهم ابدا. عندنا هناك مو بأي سيارة طبعا يا ابي، دام طلعت سوبر كارز وسيارات من هالنوع. طبعا شفتوا هناك في جي تي ار، وعندنا هني سيارة ثانية اللي هي مرسيدس جي تي 63. طبعا احنا المفروض نكون اول سياره، ولكن لسه نسولف وخبرنا السوالف. المواتر انطلقت والحين اثنين مع السوق وصل وبنلحقها ان شاء الله. اسمع اسمع الصوت، اسمع الصوت، الشرطه صوبك فانت على حسب. فالسيارات اللي موجوده بصراحه خطيره، عندك جي تي سي، عندك المكلارن، مكلارن مكلارن بورش، هذيل مكلارن، لامبورجيني، فراري، جي تي اس، هارك هم من لامبورجيني. سيارات على كيفك. Without any further ado، خلنا نشوف عسكر فين بيوصل. حبوا عسكر بيوصل. فالسيارات كلهن يا، السيارات كلهن روحوا.
المفروض نكون اول سياره، ولكن الظاهر ان احنا بنكون اخر ناس. It's time to go. Let's go. وصلنا يا رفاقة الخير واحة البداير، هذا المكان في نص الصحراء. أنا أفكر فيه دوما أنه إذا أنت عندك سوبر كار وعندك سيارة أو تطلع مكان بعيد وتبقى يعني هني حوالينا رملة ترى ما في شيء، ولكن في النص تحصل هذا المكان الفخم، المكان الراقي، المكان اللي تقدر تسوي فيه ريلاكسينج، تقعد وحتى تبيت لو حاب. لو ملاحظين المكان صوبنا ما في اي شيء، بنوصل هني بنقعد بنسولف ان شاء الله، بنتقهوى بناكلنا شيء بعدين اوف وي جو. تم الوصول الحمد لله. بعسكر كان يسوق، انا ما يخصني اذا كان في خضه في الموضوع، ولكن كان اكشن لما وصلنا هني. اوكي طبعا لاحظتوا ان السيارات، خلينا ننزل النقاب، السيارات الوان مختلفه، ففي سيارات مبركنه هناك، في سيارات هني، وفي سيارات هناك. شو بنسوي؟ السيارات اللي بتتجمع هناك بنسوي فيها علم الامارات ميكس بين السيارات، فخلنا نراويكم الريزلت، بنحاول نطلع لكم في درون. الحين هناك كل واحد وموتره، عندك اللامبرجينيز والاريت هاللونهم احمر، اكثر شيء لامبرجيني، عندك المواتر البيضه، احتمال ندخل الروز الحين وياهم نسوي علم الامارات. شطبنا اللهم لك الحمد، صور حلوه، كفرنج فنان، طلعه سريعه وخفيفه. احنا كذا احتفلنا باليوم الوطني يا رفاقه الخير. اذا ما شفت الفيديوهات اللي قبل كيف احتفلنا باليوم الوطني، روح شيك على الفيديوهات، وايد منها موجوده في القناه. anyway الحين لازم نقول باي باي، خلينا نطلع بالسياره لانه هني الصوت شويه ازعاجاتكم، فليتس جو. واو اليوم كان سكرت، كان شويه خفيف لانه من زمان ما تلاقيهم يا شباب صراحه، فقعدت اسولف وياهم وايد، يمكن ما صورنا لكم عدل. في فيديو في تيك توك، وفي فيديو في انستغرام، وفي سناب شات، طلع تليفون سوى سكان حق الكود يا صديقي. هذا فيديو، هذا حسابي في تيك توك وهذا حسابي في انستغرام. بس كل حرك، سالتك نحرك ولا لا؟ قلت لك حرك، هو ما يحرك يا اخي، احنا نقول له حرك هو ما يحرك. زعيم ما حد رومي رمسه حبيب قلبي، والله والله الشباب ما متلاقين وياهم من زمان. طبعا اسلم على كل حد شفته هني مره ثانيه ومره ثالثه، الله يحفظكم جميعا يا اصدقائي. للمشتركين ان شاء الله رب العالمين نشوفكم مره ثانيه او ويانا ان شاء الله في طلعه من الطلعات الزقرتيه هذه اللي مثلكم. اذا كنت مشترك اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات يا صديقي قبل كل حد. حلو، في فيديوهات نفس هذه كانت طلعات السنه اللي طافت او اللي قبل في اليوم الوطني. اليوم كان غير، كنا مريحين نحن بالقوس بالروز، رايحين بفخامه اكثر من سرعه. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، جاهزين؟ نشوفكم ان شاء الله على خير، الله يحفظكم جميعا، والله يجعل ان شاء الله دياركم دائما سالمه وبامان، وما
ومحفوظين ان شاء الله في كنف اهلكم وكنف بلادكم. شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا، good to see you. See you. Bye bye.